بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع النقطة رقم 29 واللي هي البي جي بي أجريجيشن. هنتكلم على الأجريجيشن، أجريجيشن سمري أونلي، أجريجيشن والسمري، سبريس ماب، أنسبريس ماب، أي أس سيت، أتريبيوت ماب، أدفرتايزمنت. You may be the list is just a little bit long. بس خلينا نبدأ. أول حاجة نتكلم على ال BGP aggregation in general. لو افترضنا هنا عندي مجموعة من الشبكات موجودة في الأوتونوموس سيستم 1001، وليكن مثلا هتبتدي بعشرة. نجيب نوت باد، نقول 10 111. زيرو واحد، يكون دي انترفيس لوب باك 120. وصل الصوت؟ انت مش سامعني؟ طيب، انا عندي مجموعة من اللوب باكس هنا 0 1 2 3 4. تقدر تقول حوار الاجريجيشن او معنى كلمة اجريجيشن يعني ضغط. انت بتلخص حاجة، بدل ما يروح للأوتونوموس سيستم اللي قدامي كل دول بتفاصيلهم، انت بتلخصهم في اي بي واحد بس كعملية سامري، وبتبعته للراجل اللي قدامك او للاي اس المقابل ليك. ده معنى كلمة اجريجيشن. اجريجيت ان انت بترجع حاجة بتضغطها، بتقلل حجمها، بدل ما هما مجموعة بتخليهم حاجة واحدة مفردة. طيب، خلينا نشوف دلوقتي ايه حوار الاجريجيشن هيتم ازاي داخل ال بي جي بي. طبعا احنا خلينا نحط اللوب باكس دي على let's say router 40. good. show IP interface brief. we have once. يعني انت ممكن نعمل اجريجيشن على دول، بس خلينا بما ان احنا كتبنا دول نشتغل عليهم. بس هو هنا عشان ما تلخبطش الدنيا، كله بدأ بعشرة، احنا عايزين نغير الرقم هنا، خليه مثلا 172. 172 انا عندي شوية انترفيس بريف. عندي دلوقتي 172 121، خمس شبكات لوب باك عايز اعلن عنهم في البي جي بي. I will say the following. do show run
سيكشن دي جي بي نشوف ونخش جوه البي جي بي نشيل هذه ونبتدي ايه نعلن عن ال 172 شبكات 172. طيب انت كده هتكتب كام كومنت؟ هتكتب كام كومنت تعلن بي؟ لو سوينا السمري كومنت واحد. خمسة كومنتات حاليا. 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 خمسة كومنتس كومنتس. Well, let's just do it by redistribution. ماشي مش هتفرق كتير. Network. أربعة وعشرين ولا كام؟ 24 0 ماسك 5 0 1 2 3 4 Now we have the 5 networks. تعال نشوف الاوتونوموس سيستم اللي قصاده هنا ده شافهم ولا لا. لو قلنا له شو اي بي بي جي بي المفروض نلاقي ايه؟ الخمسه بريفكسز 0 1 2 3 4 النكست هوب بتاعتي اللي انا عامل بيرنج ريليشن شيب معاها اللي هو الاوتونوموس سيستم المقابل لي اللي هو الانترفيس اللي قصادي. تمام. طيب ال الكلام ده احنا عارفينه المتريك اللوكال بريفرنس والويت والباث. هنا نبص نلاقي ان الباث هنا ايه 1001 ده الاوريجينيتور بتاع البريفكسز اي معناها ايه جايه ايه انترنال من خلال انترنال نتورك كومنت. فيري جود فيري فيري جود. المفروض البريفكسز دي هتطير على الاوتونوموس سيستم اللي قصادي واللي وراه واللي وراه واللي وراه. تعال نشوف راوتر 2 هنا وضعه ايه في بولوجي شو اي بي جي بي. هنلاقي ان هو استلم البريفكسز طبيعي جدا دي 0 1 2 3 4 مفضل 13 طبعا لانه الايه لو استراوتر اي دي وكلام ايه حكينا فيه سلفا. السؤال بقى دلوقتي انا عايز اطلع البريفكسز دي اعمل لها سمرايزيشن او اجريجيشن بعبارة اخرى. طب حلو الاجريجيشن ده بيتم فين؟ قال لي بيتم ابتداء تقدر تعمله على الراوتر اللي بيوريجينيت البريفكسز نفسه الاوتونوموس سيستم نفسه او حتى اي اوتونوموس سيستم في السكة هنا 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 مش قضية. طب تعال نشوف لو احنا عملناه على الراوتر نفسه اللي هو داخل الاوتونوموس سيستم 1001 اللي هو مطلع البريفكسز دي اصلا. يعني راوتر 40 دلوقتي لو قلنا له شو اي بي بي جي بي سمري بيبير معاه راوتر 39 اللي هو في الاوتونوموس سيستم كام 65008. لو قلنا له شو اي بي بي جي بي نيبرز راوتر 39 اللي انت بتبعته له هيقول لك انا ببعت له ايه دول. طب يا عم 40 انا عايزك تاجريجيت كل اللي بيبتدي ب 172 121 وتبعته في ايه في بريفكس ايه خاص بيه. طيب السؤال هل ده هيلغي الاسبيسيفيكس الاجريجيشن اللي انا هعمله دلوقتي
هيلغي السبيسيفيكس. هنشوف. خش جوه البي جي بي دو شو ران سيكشن بي جي بي. انا دلوقتي عندي كام شبكه؟ 5. خش جوه البي جي بي ونقول له اجريجيت ادرس ونلخص. عايز تلخصهم سبيسيفيك، عايز تلخصهم ترجعه للباوندري الديفولت بتاعه 172.121/16. It really it's up to you. We'll just make it general 172.121.0.0 و الماسك لما يعمل ده هيحصل ايه دلوقتي؟ تعال نشوف راوتر 40 يقول انا هبعت ايه لراوتر 39. ايه اللي زاد هنا؟ طبعا هنا يعني الجدير بالذكر من احنا فاتحين الحته دي، هو حاطط لكل البريفكسز هنا نيكست هوب زيروز. ده معناه ايه؟ معناه اني انا الذي يبيع الشبكات، انا اللي زيح، فانا مش هروح لحد عشان ايه اوصل لها، فلازم يحط لك الايه anyway. هنا ده معناه ايه؟ سلاش كام؟ سلاش 16 ديفولت. طيب تقول لي طب ما الباقيين موجودين ما تغيروش، يعني ما زالوا، هل هيتبعتوا؟ هقول لك هيتبعت. يبقى في حالة عمل الاجريجيشن بهذا الشكل يتم ارسال الى الاوتونوموس سيستم الملاصق او المقابل السبيسيفيكس مضافا عليها الاجريجيتس. بمعنى ان راوتر 39 هنا هيبقى ايه؟ هيزيد عنده ايه؟ بريفكس زيادة، واللي هو 172.0.0.0. طب نخش في الراوتينج تيبل دي. شو اي بي بي جي بي، شو اي بي راوت بي جي بي، هنلاقي ان الاجريجيت هنا ايه موجود مضافا اليه مجموعه الشبكات نفسها الاصليه اللي معلن عنها اللي بتبتدي ب 172.21. طيب حلو قوي. لو رحت للراوتر 40 وقلت له شو اي بي راوت بي جي بي، ايه ده؟ 200 ونال زيرو الكلام ده. طبعا السمري او السمرايزيشن البي جي بي يعني لا يختلف كثيرا عن الاي جي بي في الحته دي، ان انت لما بتسمرايز داخل الاس بي اف والدي اي ار بي والدي راب whatever، هو باي باي ديفولت بيكاريت ستاتيك انتري موجه للنال زيرو في حاله عمل سمرايزيشن. اللي انت هتبعته للراجل اللي قدامك راوتر 39، راوتر 40 عايز يقول له خد ملخص حاجه، خد اللي هي سلاش 16. طب هو راوتر 40 اصلا عارف او يعرف منين ان في سلاش 16؟ هل في كيان؟ هل في ستاتيك انتري معرف؟ هل في انترفيس تقول ان في شبكه بسلاش 16 تبتدي ب 172.121؟ مفيش. بتلاقي في عمليه السمرايزيشن عشان ابعت تلخيص لحد لازم اكريت له ستاتيك انتري، والا انا هدي للي قدامي حاجه ملهاش وجود ملهاش اصل. anyway فراوتر 40 كاريت الايه؟ النال زيرو. وزي ما قلنا ان هو هيديله الاجريجيت التلخيص وهيديله كمان السبيسيفيك. طيب ده حوار ال 39، يعني هيمر الاوتونوم سيستم اللي قصادي هنا 2007 65007 ويوصل تحت لراوتر 2. تعال نشوف راوتر 2 هشوف ايه. هشوف طبعا زي ما قلنا زياده اللي هو البريفكس ده، وهيفضل وسمها مفضل 14، بس احنا دلوقتي يعني مش في صدد بيفضل مين وسايب مين.
احنا دلوقتي بنتكلم في الاجريجيشن. طيب حلو قوي. هل نقدر نعمل الاجريجيشن على 39؟ يس يو كان، بس احنا هنأجل حتة ان احنا نغير مكان الاجريجيشن لما يجي نيجي عند او في السيشن اللي جايه اللي هي بتاعت الايه الاجريجيشن والسمري. يبقى نفتكر في السيشن دي في نهايتها ان عمليه الاجريجيشن هي عمليه تلخيص، عمليه سمرايزيشن للبريفكسز الكونساكتيف عشان ابعتها للاوتونوموس سيستم المقابل ليا. تذكر ان في الاجريجيشن بتضيع بعض المعالم بتاعه ال ان ال ار اي الخاصه بالراوت هذا، زي الاوتونوموس سيستمز اللي بتبقى موجوده او ملحقه بالسبيسيفيك ان ال ار اي او سبيسيفيك بريفكسز. anyway يعني هنحاول نفصل ده في السيشن اللي